اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. اقدر اقول صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه. انا النهارده صحيت بدري ونفسي الصراحه في تركيش كوفي جدا. عاده انا بشرب كابتشينو الصبح، كابتشينو بس النهارده صاحيه بصراحه نفسي في تركيش كوفي، فقلت يعني خلينا نعمل قهوه مع بعض النهارده واوريكم بالمره الجميله ديت. ماكينه القهوه التركيه من براند او ماركه اسمها فاكير، اتمنى اكون بنطق اسمها صح. فخلينا نبدا نعمل القهوه، خليكم معي. اوكي، عاده انا كنت بعمل القهوه التركيه عادي على كنكه، يعني على النار مفيش اي مشكله، بس حسيت انه دي فعلا فرقت. انا كان عندي قبل كده اللي هي اكبر منها بكتير، اللي هي بتيجي يعني اتنين من دولت جوه الماكينه، كانت كبيره الصراحه وكانت سعرها غالي جدا، كانت لسه طالعه وجديده، بس يعني حسيتها مش عمليه فعلا لانه فعلا كانت كبيره. الماكينه ديت المفروض ان هي اصلا يعني تركيه الصنع زي بيقولوا، حتى هو مكتوب عليها هنا بالتركي ومكتوب عليها من تحت ميد ان تركي. الحلو فيها ان هي يعني بتعمل القهوه بشكل سريع جدا، ومش مضطره ان انا افضل قاعده جنبها عشان اراقب القهوه تفور ولا ما تفورش ولا اي حاجه. وفيها يعني نظام امان كبير انه مش هتشتغل لو ما فيش ميه جواها، والاحلى من كل دوت ان هي بتطلع الوش مظبوط جدا، خصوصا لو احنا بنعمل مثلا اكتر من فنجان قهوه ممكن الوش كله يروح على واحد والباقيين يفضلوا من غير. وانا بصراحه ما بحبش اشرب القهوه بدون وش، يعني نكون مثلا كذا مره في مطعم واطلب قهوه تركيه وتطلع بدون وش فارجعها. وكمان القهوه بتطلع منها سخنه، يعني مغلية فعلا، ما بتطلع منها سخنة جدا. فخلينا بقى نبدأ نعمل أحلى فنجان قهوة. عادة أنا بستخدم القهوة دي اسمها النجار، دي بتتباع في كل السوبر ماركت، يعني موجودة في كل مكان، وفي طبعا بن فريش، بس احنا مش بنشرب قهوة تركية كتير فبجيب يعني الباكت ديت بتبقى كفاية. فده بن مطحون مع هيل أو حبهان. النهاردة هستخدم الفنجان العسل دوت، كنت جايبة أتوقع من همزة رأس من فترة كبيرة طبعا، يعني مش فاكرة. الحلو بقى في الموضوع طبعا ان جاي معها المكيال دوت، المكيال ده بيعمل فنجان واحد بس، حتى بصوا مكتوب جواه ان هو بيعمل فنجان واحد بس، يعني لما ناخد معلقة كاملة ممسوحة طبعا هتعمل لنا فنجان واحد بس. كل اللي علينا ان احنا نطلع اسميها ايه، كوباية او كنكة من الجهاز. بص من جوه ازاي شكلها، اللي جوه دوت هو اللي فيه الحرارة، يعني ده اللي بيسخن، ومن بره هنا فيها معيارين انه اقل حاجة يعني تحط فيها الكمية دي ودي اكتر حاجة، وهنا اللي هو بيدخل جوه الماكينة نفسها. دلوقتي هوريه لكم. واحلى حاجة انه من ناحيتين ممكن انك كنتوا تحطوا القهوة، يعني مش مضطرين مثلا تقلبوها الناحية التالية عشان تحطوا، لا ممكن من الناحيتين ان انا احط القهوة في الفنجال. ده شكل الماكينة من جوه، اللي هنا دي اللي هي الفيشة بتاعتها اللي بيدخل فيها السنون بتاعت ديت، دول هم انوار، يعني بتنور علشان تديك زي الارم اذا كانت اشتغلت او خلصت او مش شغالة اصلا. طريقة التشغيل بتاعتها سهلة جدا، كل اللي عليكم ان انتوا تحطوا الحاجات في الكنكة وكل حاجة وتدوسوا الزرار ده، هي مفيهاش غير الزرار ده بس اصلا. الطريقة بتاعتها ان احنا هنحط مية عاير يعني بمقدار كوباية وشوية صغيرين طبعا، كوباية وربع كوباية ونص. بعد كده هحط البن في الكنكة، زي ما قلت لكم معلقة كاملة هتعمل لكم كوباية واحدة بس. نيجي لأكتر جزء عليه جدل كتير، أنا ما بعرفش أشرب قهوة الصراحة بدون سكر. أوكي، جميع أنواع القهوة، جميع أنواع المشروبات الصراحة، حتى الشاي ما أعرفش أشربه من غير سكر، وبحاول إن أنا أتعود بصراحة لأنه عايزة أقطع السكر يعني من حياتي كلها، بس ما أقدرش. الطعم وحش جدا الصراحه من غير سكر، خصوصا القهوه التركيه بتبقى مره جدا بدون سكر. في ناس تقعد تقول لك ازاي تشربي قهوه بسكر، ما ينفعش، ملهاش طعم، انت كده بتضيعي طعم القهوه. انا والله عارفه كل ده ومقدره، بس هي في النهايه اذواق وتعود. انا عارفه ان انا لو عودت نفسي ان انا اشرب بدون سكر هتعود، بس انا لحد دلوقتي بصراحه مش قادره اخد الخطوه ديت، فكل حاجه بحط عليها. فانا هنا هحط مكعب واحد، مكعب دوت يعني قد نص معلقه تقريبا، بس كده خلاص بقت جاهزة. هقلبها بس على السريع الجزء المشوك. بعد كده هحط كنكة جوه الماكينة
طبعا خلوا بالكم ان دايما طريقه الحط ازاي ان الايد هي اللي تبقى بره، مش يمين مش شمال، لا في النص. طيب دلوقتي انا خلاص حطيت الفيشه، شوفوا اول ما هحط الكنكه هتعمل صوت وده هينور كده. هي مستعده، مجرد ان انا ادوس على الزرار هتشتغل على طول والنور اللي جوه هينور. هي كده خلاص خلصت. بصوا يعني مفيش اي فوران ولا اي حاجة، بس يعني فصلت خلاص اصلا علشان ما تقعدش تغلي مرة تانية. عايزة بقى اوريكم الجمال اللي جوه، شوفوا شايفين الوش، شايفين ازاي طالعة مغلية المية، لان في ناس بتقول ان ماكينة القهوة عادة ما بتطلعش المية سخنة قوي، وفي ناس بتقول مثلا انه لا انا حاساها ان هي سخنة بس مش مغلية. لا بجد مغلية صراحة، نفسي الريحة توصل لكم. الريحة تجنن، والوش يعني الوش مش طبيعي، فل وش. شايفين الدخان ده؟ مستحيل يكون دخان يعني مية سخنة، ده دخان مية مغلية. طبعا القهوة متحلاش بدون حاجة جميلة كده حلوة جنبها. وبس كده حلوين، ده كان كل حاجة النهاردة. عملت احلى فنجان قهوة، شايفين الوش ازاي بدأ يروح، فخليني اروح استمتع بيه على السريع قبل ما يروح. توقع سعرها كان بحدود 200 ريال وشوية، هتأكد من السعر واكتبه لكم على الشاشة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا، لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.